رغم أن ميناء الحديدة أضحى قضية دولية حيث أدرج اسمه في بيان مجلس الأمن الأخير كميناء محايد، إلا أن هذا الميناء ما يزال رهينة الميليشيا الإنقلابية التي تستخدمه كمرفع لتهريب الأسلحة وتهديد الملاحة، بالإضافة إلى نهب المساعدات الإنسانية. وتتهم ميليشيا الإنقلاب بالقيام بعملية منظمة لنهب المساعدات الأممية الخاصة بالسكان المتضررين من الحرب المندلعة منذ أكثر من عامين، حيث تقوم الميليشيا وبشكل متعمد بمنع وصول المساعدات الإيوائية للمناطق المتضررة من الحرب، ما يعرض الكثير من النازحين لخطر المجاعة. فمنذ سيطرتها على ميناءي الحديدة والصليف، احتجزت ميليشيا الإنقلاب أكثر من 63 باخرة إغاثة. وفق وزير الإدارة المحلية ورئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح، فإن تلك البواخر كانت مقدمة من دول مجلس التعاون الخليجي. ولم تكتفي الميليشيا بنهب البواخر الإغاثية من الموانئ المسيطرة عليها، بل قامت بتأكيد وزير الإدارة المحلية بنهب ما يزيد على 550 قافلة إغاثية من مداخل المحافظات الخاضعة لسيطرتها، كما أحرقت الميليشيا حسب فتح 3 شاحنات إغاثية كانت في طريقها لمحافظة البيضاء. تتعدد صور جرائم ميليشيا الإنقلاب بحق العمل الإغاثي والإنساني، ولا تتوقف تلك الانتهاكات عند نهب المساعدات الإغاثية وإحراق الشاحنات الإيوائية وعرقلة توزيع المساعدات الإنسانية، بل تتجاوزها إلى استهداف البواخر المحملة بالمساعدات الأممية، ما يشكل تهديداً صارخاً للملاحة الدولية.